بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذا اللقاء المتجدد مع مادة الإعجاز في القرآن والسنة، واستجابة لبعض يعني تعليقاتكم فإننا نتطرق في هذه الحصة لموضوع الإسراء والمعراج. الإعجاز في حادثة الإسراء والمعراج كما هو الإعجاز في المواد الغيبية في الإسلام، هناك فرق كبير بين هذه يعني بين عقيدتنا وبين العقائد الأخرى البشرية أو العقائد الأخرى المحرفة. فالإسلام يتميز بأن هناك ربط كبير بين الجانب العقدي يعني العقيدة والمعطيات العلمية المتواجدة في الميدان العلمي. هذه خاصية يعني لا توجد في أي عقيدة أخرى إلا في عقيدة الإسلام، وسنتطرق إلى هذا. قد في الحقيقة قد يعني أشرنا إلى هذا عدة مرات، لكننا كنموذج سنأخذ نموذج اليوم حول الإسراء والمعراج. نعلم بأن الغيبيات في الإسلام تقوم على أدلة علمية، وأن الغيبيات في الإسلام تحفز على البحث العلمي، ويجب وبالتالي يجب أن نتعامل مع القرآن والسنة من خلال منهج آمنا به كل من عند ربنا، لأن هناك أمور نعلمها يعني قد أثبتتها العلوم الحديثة، وهناك أمور لا نعلمها. وكذلك بأن علوم القرآن والسنة دليل في البحث العلمي لتنير لنا يعني طريق البحث العلمي. هذا أمر مهم جدا، وسنأخذ كما قلت نموذج يعني حلقة هذا اليوم. ثم أن معجزة الإسراء والمعراج لا يمكن للإنسان العادي يعني طبعا لأنها معجزة أن يحققها بالرغم من تقدم العلوم، هذا أمر جلل، لأن الأصل في الإيمان يعني قول مولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في الحقيقة نحن المسلمون عندنا يعني دلائل علمية تؤكد هذا الإيمان بالغيب، والآخرين ليس عندهم، لكنه يبقى إيمان بالغيب، ولا يمكن يعني خصوصا في موضوع الإسراء والمعراج أن يحققه أي واحد يعني فوق هذه الأرض. وبالتالي لابد أن نرى إلى المعطيات الغيبية في الإسلام بمنظور آخر، لأنها تقوم على أدلة علمية تحفز على البحث العلمي، يعني كما قلت توجهنا إلى أن نتعامل مع القرآن بمنهج آمنا به كل من عند ربنا، وكذلك لأن كما قلت يجب أن نتخذها دليلا في بحثنا العلمي لتنير لنا الطريق. هذا أمر جلل، غير أننا لابد أن ونحن نتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج أن نذكر بأن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أن حياة الرسول تميزت بمعجزات مادية، ليس فقط يعني الرسل والأنبياء الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم يعني كانت عندهم معجزات مادية، حتى في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلال حياته مع الصحابة حقق يعني تحققت له معجزات مادية يعني وتحققت حتى لنا اليوم. فالإعجاز العلمي وغيره من محاور الإعجاز هذه معجزات مادية نراها الآن ولم تتحقق إلا في حياتنا اليوم. ثم يعني البشارات التي كتب فيها الفيلسوف المسلم رجاء جارودي لي بروميس دو الإسلام وعود الإسلام تحققت يعني كلها في يعني في حياة الرسول وبعد حياة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ثم انشقاق القمر، هذه كذلك معجزة سنتطرق إليه إن شاء الله الرحمن الرحيم، ثم حماية الملائكة له، ثم سماعه لأهل القبور، هذه معجزة مادية، ثم مخاطبته لقتلى بدر، ثم حنين جذع النخلة له، ثم اهتزاز جبل أحد له وللصحابة الذين كانوا معه، ثم نبوع الماء من بين أصابعه، ثم إضاءة المدينة المنورة لقدومه وظلامها لوفاته كما تحكي بعض الروايات. إذن هذه يعني المعجزات المادية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا العديد يعني مما نقوم به من صلاة واصطفافنا في خطوط الطول، وهذه الموجات التي تكتسح الأرض 5 مرات للصلاة يوميا، وارتباطها بالطواف في الكعبة، وارتباطها بطواف الذرة، وطواف يعني المجموعة الشمسية، وطواف يعني المجرات، وطواف يعني كل مكونات الكون، هذا كذلك من بين المعجزات المادية التي تتحقق في أيامنا هذه. نعود إلى الإسراء والمعراج. دائما أقول بأن هناك وبالله التوفيق أقول بأن هناك دائما ترتبط معجزات مادية مع المعجزات الغيبية. الإسراء والمعراج. المعراج، عندما نتكلم عن المعراج نجد أمرا يعني ملفتا للنظر. جميع الآيات التي تتكلم في القرآن الكريم عن الحركة في السماء، وهذا خطاب موجه للعلماء قبل أن نوجهه للعموم، جميع يعني الحركات التي تكلم عنها القرآن في يعني وارتبطت بالحركة في السماء تكلم عنها بهذا المصطلح، مصطلح المعراج. لماذا؟ لأن يعني آخر يعني الدراسات وتطبيقا يعني لما يقوم به عموما رواد الفضاء ولما تقوم به الأبحاث الكونية الآن حاليا، فحددت النظريات الرياضية شبكة من تيارات الجاذبية في نظامنا الشمسي. هناك شبكة يعني قوية جدا في نظامنا الشمسي، شبكة كهرومغناطيسية ترتبط بكل نجم، بكل نجم وبكل كوكب، كل كوكب كل نجم عنده مجال مغناطيسي، عنده يعني هذا المجال يدور به، يدور به، وبالتالي فهو يفرض على من يتحرك بين الكواكب ويتحرك بين النجوم أن يعني يتفادى هذه يعني الحقول المغناطيسية. الأرض عندها مغناطيس، حقل مغناطيسي كثيف جدا، حقل مغناطيسي كثيف وقوي جدا، توجد لدرجة أن هذا الحقل المغناطيسي المعروف علميا أخيرا يعني يقول العلماء بأنه على ارتفاع 11500 كيلومتر above earth يعني حول الأرض، اكتشفت مجموعة من الباحثين برئاسة بروفيسور دانيال بيكر من مختبر جامعة كولورادو لفيزياء الغلاف الجوي والفضاء حاجزا لا يمكن اختراقه تقريبا على بعد 11500 كيلومتر فوق كوكبنا، يحجب ما يسمى بالإلكترونات القاتلة خلال العواصف الشمسية الشديدة. هذا سنتطرق إليه بالتفاصيل عندما نتكلم عن قول مولى عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء ذات الرجع في سورة الطارق إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذن فهذه العواصف الشمسية والتي يمكن أن تلقي الأقمار الصناعية وتتلف جميع أنظمة الفضاء. إذن هذا أمر يعني واقعي، هذه الحالة التي توجد عليها يعني الأنظمة، توجد عليها الكواكب والنجوم، ووجود هذه التيارات القوية التي يعني ترتبط بالنجوم وبالكواكب في يعني في المنظومة الكونية،
هذا أمر واقع لم نكتشفه إلا حديثا، ويتطلب من جميع يعني المركبات الفضائية أن تتجنبه، وإلا فإنها ستحترق أو ستتحطم. طبعا هذه المركبات الفضائية تمر يعني متجانبة لهذه الحقول المغناطيسية، فهذا هو المعراج. إذن ليست هناك حركة مستقيمة في الفضاء. من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلوم؟ من علمه بأن يعني الكون كله حقول مغناطيسية؟ الآن يتكلم العلماء عن وجود يعني طريق سيار يحاولون يعني تحديده في الفضاء الخارجي، طريق سيار لكي يستطيعوا تفادي هذه الحقول المغناطيسية. هذا أمر عجيب جدا، وبالتالي فهذا إعجاز ينضاف طبعا إلى العديد من يعني المحاور التي كانت غيبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإعجاز في علم الأجنة، في علم التوالد، في علم الوراثة، علوم التغذية، الطب الوقائي، وظائف الأعضاء، علوم الحيوان، علوم النبات، علوم البيئة، علوم ظهور الحياة، علوم الفضاء، علوم الجيولوجيا، علوم البحار، علوم الغلاف الجوي، كل هذا علوم تاريخية، كل هذا كان غيبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الآن أصبح حقائق علمية تستفيد منها البشرية، ويتبين لها بأن هذا لا يمكن إلا أن يكون كلاما من عند الله عز وجل. إذا انتقلنا من غيب في الماضي إلى إعجاز علمي في الحاضر، لكنه في الحقيقة يحفزنا على البحث العلمي في المستقبل، لأن بما أننا نعلم بأن كل هذه قاعدة بيانات العلمية كل يعني كانت ضمن الغيبيات والآن أصبحت حقيقة علمية، فلكي نبحث عن الحقيقة ونجدها لابد من أن نعتمد على يعني على ما يوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقائق لكي نحفز البحث العلمي. نحفز البحث العلمي. ظاهرة الإسراء والمعراج قاعدة يمكننا اعتمادها لكي نبحث عن كيفية التحرك في الفضاء بسرعة أكبر. طبعا المسافة يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافة بين القدس ومكة هي 1230 كيلومتر. كان الناس يعني يقضون أياما ويعني وليالي لكي يصلوها سواء على الأرجل أو على الحيوانات، يعني استعمال الحيوانات من أجل النقل. ثم بعد ذلك يعني اكتشفت البشرية وسائل النقل، يعني تطورت مع الوقت، ثم الآن نحن في عهد الصواريخ، ثم مستقبلا سنستطيع أن بإذن الله ستستطيع البشرية أن تتجول بين المجرات. هذا ممكن جدا، ولو كما يقول العديد من الباحثين الغربيين، ولو أنهم لم يحرقوا يعني الكتب الإسلامية العلمية لكانت البشرية الآن تقوم بهذا. ولولا هذا الجهد الكبير الذي يتم يعني في نشر الفوضى الخلاقة بين المسلمين وتمزيق بلدانهم وتقطيع أوصالهم والتفرقة بينهم وترك المسلمين يعني لحالهم يعني وللبحث العلمي، لكنا أفضل حالا مما نحن عليه. إذن الإسلام يستطيع من خلال هذه يعني المعطيات العلمية الغيبية التي كانت غيبا والآن استطعنا أن نحققها في حياة البشرية، أن نستطيع من خلالها أن نصل ما إلى اكتشافات علمية متجددة. للحديث بقية، ونترك لكم مجالا للتجاوب معنا في يعني عبر مراسلاتكم وعبر ملاحظاتكم، وسأجيب بإذن الله عز وجل على كل ما تطرحونه من إشكاليات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.